السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات المتتبعين والمتتبعات الأوفياء والوفيات لقناتكم قناة مشاريع أكادير، كما عودناكم في هذه القناة، قناة ديالكم ديال مشاريع أكادير، أننا كنحاول نجيبوا لكم الصورة والتعليق من موقع الحدث اللي هو طريق السريع الحضاري. طريق السريع الحضاري اللي كيعرفوا ثورة هامة في ميدان البنية التحتية اللي داخل في إطار برنامج التنمية الحضارية 2020-2024 اللي أعطى الانطلاقة ديالو الملك محمد السادس يوم الرابع من فبراير 2020 لمدينة أكادير، وبالضبط بساحة الأمل. هذا المشروع هذا الهام اللي أعطى واحد الدفعة قوية على جميع الأصعدة، الميدان ديال البنية التحتية، الميدان الاقتصادي، الميدان السياحي، الميدان الرياضي، الميدان ديال الديني والميدان الثقافي. جينا هنا باش نشوفوا الشركة ديال أليك فين وصلت. الشركة ديال أليك اللي بينات على الحنكة ديالها وعلى التجربة ديالها القوية في ميدان بناء الطرق، وهذا الشيء راه كيبان لكم من خلال الفيديوهات اللي كنشروا لكم على القناة. من بعد ما صورنا لكم البارح المرحلة ديال ديكاباج والرزاج، ها هي هنا راه بدات المرحلة ديال إعداد ديال التفنة، هانتوما كتشوفوها. وإن شاء الله وبحول الله غنحاول نصور لكم دائما الجديد في هذه القناة، هذه الجديد اللي خاصة بهذه الطريق هذه. من بعد ما تلقات هذه الطريق هذه، هانتوما كتشوفوا الطريق هنا راه تلقات، كتجي المرحلة الثالثة ديال تيراسمو التفنة. هما راه بداو كيحطوها هنا، هما تشوفوا دابا التفنة كيحطوها دقة دقة باش دوز التفنة ويدوزوا الطريق ان شاء الله. وغادي يخدموا ان شاء الله باش يحاولوا انهم يسالوا كما قلنا لكم قبل من العيد. الموقع ديال الاشغال، موقع الاشغال هو شارع محمد الشيخ السعدي، هو هذا شارع محمد الشيخ السعدي اللي نازل طال برجد، هذا الاتجاه ديال مستشفى الجهوي الحسن الثاني. بقاو معنا الخوت، الى عجبكم الفيديو، الى كتفرجوا لاول مره ما تنساوش تابوناو معنا، راه لي زابوني حتى هما راه تيلعبوا دور، ما تنساوش لي جيم حتى هما راه كيلعبوا دور كبير، ولي كومونتير حتى هما كيلعبوا دور كبير. الملاحظات ديالكم راه كناخذوها بعين الاعتبار، سمحوا لينا الا ما قدرناش نصوروا اوراش اخرى، ولكن هنا راه ديما غادي نعطيو الاهتمام الكبير غادي يكون الطريق السريع الحضاري. كتشوفوا معنا الاله ديال النيفلوس، ها هي خدامه هنا اجل تسويه الارض الارضيه الخاصه بالمشروع. هما دابا تبارك الله راه خدامين، الله يعاونهم. كل واحد من لي زيكيب عنده واحد لا ميسيون. ها هو الكاميو ديال السيتراك، حتى هو عنده المهمه ديالو. الدراري راه كل واحد كاين في البوست ديالو. والطريق ان شاء الله راه غادي تكون في المستوى المطلوب ديال الساكنة ديال مدينة أكادير. كنتمناو لهاد الشركة هادي والمسؤولين ديالها والعمال ديالها النجاح والتوفيق في المهمة ديالهم. راه قاموا بواحد الدور كبير في هاد الشطر الأول من طريق السريع الحضاري اللي كيربط ما بين المرسى ميناء أكادير وما بين المدارة ديال شارع الجيش الملكي. انتوما دابا كتشوفوا حنا دابا راه كاينين في الفوق، كنحاولوا نصوروا لكم مقاطع من هاد الطريق هادي. اذا حركة دؤوبة، حركة دؤوبة، والطريق راه ما كتوقفش كما كتشوفوا معايا. الطريق ها هي راه ما كتوقفش، كلشي تبارك الله عارف لا ميسيون ديالو، كلشي غادي مزيان. تذكير بالتاريخ ديال اليوم، نصوم لو 24 مي 2024، يوم الجمعة، جمعة مباركة للجميع. دراري تبارك الله الحريفية، والحريفية راه كيلعبوا واحد الدور كبير، كنتمناو لهم النجاح والتوفيق.
بالنسبه للتوقيت دابا تقريبا 10:49. لان هاد المداره هادي راه مداره اللي هي مهمه، كما كتشوفوا معايا هي ديال المداره راه كتمشي حتى لحي ايليغ. هذاك الشارع ديال ايليغ اللي كتمشي ليه هو شارع تمانار. إذن دابا الخدمة دابا ديال التوفنة غتبدا من هنا من رومبوان وغيتمو نازلين. عندنا سالاو من المرحلة ديال الرازاج والديكاباج. الديكاباج هو الأول عاد الرازاج، إذن غادي نمشيو مع الورش باش نشوفو القضية فين وصلات. بسم الله. كما تشوفوا معنا هنا، هذا هو اللي كان ديبلي، راه سالاو صافي تقادا مابقاتش فيه الخدمه. غايبان لكم هنا دابا الرومبان، الطريق دابا راه غادي تكون ان شاء الله في المستوى المطلوب، 3x2 3x على اليمين و 3x على اليسار. نتمنى ان التصوير من الاعلى ينال الاعجاب ديالكم، كما كتشوفوا معايا هنا دائما الجديد معكم على القناة ديالكم ديال قناة مشاريع أكادير. كنحاولو نصورو لكم جميع الجوانب باش تكون الصورة واضحة. كنحاولو نديرو لكم فيديوهات اللي كتغطي هاد الورش هذا العام، اللي هو برنامج مهم ديال تعزيز البنية التحتية. إذن هنا كاينه المرحلة ديال الرازاج مع داخلة معها المرحلة ديال لاروزاج. راه تقريبا مبقى ليهم والو، يحيدو كاع داك صافي تحيدات، بانت لي أن تحيدات صافي، داك القدر القديم راه تحيد. أحد المسؤولين أخبرنا بأن الخدمة هنا غادي تكون إن شاء الله ليلا ونهارا، لأن الهدف ديالهم كما قلنا لكم في الفيديوهات السابقة ديال البارح أنهم يساليو قبل من العيد. وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على حس المسؤولية ديال هذه الشركة المواطنة اللي كنتمناو لها النجاح والتوفيق في مدينة أكادير، خصوصا انها اشرفت على مجموعه من المشاريع المهمه واهمها هو هذا الورش هذا.
وراه النتيجه كانت واضحه هو انهم نالوا الثقه ديال متر دوفراج الجديد ديال الطريق السريع الحضاري اللي هو شو اسمه سا اميناجمون، وراه عطاوهم جزء من الشطر الثاني مناصفه مع شركه جي تي اير. كلنا كنعرفوا جي تي اير والسمعه ديالها الطيبه اللي كاينه في المغرب. اذا هذا هو نهايه الفيديو الاول، غنبداو دابا الفيديو الثاني.